صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: دخلت مع الإمام وهو راكع فكبرت تكبيرة الإحرام ثم كبرت للركوع، فرفع الإمام قبل أن أكمل الركوع ثم ركعت بعد أن رفع الإمام من الركوع، فهل هذه الركعة صحيحة وما حكم صلاتي؟ إذا كنت وصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركوع، تطمئن بعده تأتي بتسبيح ثم تلحق به. أما إذا كان رفع الإمام وأنت في أثناء الانحناء ولم تصل يداك إلى ركبتيك فأنت لم تدرك الركوع. نعم.